السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. اليوم نتعلم كلمات تعني سريع باللغة الإنجليزية تساعدنا فيهم نور. نحكي يا رب نور؟ يا رب يا رب. الكلمة الأولى اقرأها نور. فاست تعني سريع. الكلمة الثانية اقرأها نور. ربط اقرأها ربط. الكلمة اللي بعديها شو هي؟ اقرأها كويكلي أو كويك سريع. الكلمة اللي بعديها القبل الأخيرة قرأها نور. سبيدي سريع. وآخر كلمة شو هي نور؟ سويفت تعني إيش؟ سريع. الآن نتعلم كلمات تعني ذكي باللغة الإنجليزية بتتساعدنا فيها الشطورة سارة. سارة قرأي لي هاي الكلمة. كليفر تعني ذكي. الكلمة اللي بعديها سارة سمارت ذكي. في كلمة سارة شوي صعبة عليكي اسمها intelligent. احكيها سارة. intelligent معناها ذكي. وفي كلمة بسموها برايت احكيها سارة. برايت جي اتش تي هدول نلفظهم حرف ايش؟ ات. وفي كلمة اسمها بريني. شو اسمها؟ بريني جاي من كلمة برين دماغ. بريني دو دماغ كبير. وفي كلمة اسمها سوبر. شو اسمها؟ سوبر. طيب شو معنى عبقري سارة؟ عبقري؟ اه جينيوس. احكي لي اياها حرف حرف. G-E-N-I-U-S. إذا نحكيها مرة تانية. G-E-N-I-U-S. شو معناها؟ عبقري. وربنا يوفقكم وقولوا يا رب.